لكل من يعتقد أن حكايتنا تنتهي مع مباراة كرة قدم، استمع. الشعب الجزائري هو شعب المواقف. تذكروا حادثة عياش مع البئر، وحادثة أخونا جمال بن إسماعيل مع الحرق. كل هذه الحوادث تقول لنا أن كل الاعتبارات تسقط حين يستغيث جزائري واحد. وحادثة الحرائق التي أكدت لنا أن الجزائر لا يحفها شرق ولا غرب، بل تكمن الجزائر في عمق شعبها. تقع الجزائر في أريافها ومدنها لا في إفريقيا. وها هي الجزائر للمرة المليون تؤكد لكل العالم أننا نحترق عربا وأمازيغا، ونغضب شرقا وغربا، ونجند كل ما نملك فداء لوطن قدم الملايين وما زال يقدم. ولن تعقم أرض أنجبت جيل نوفمبر.